قصد السمكة والضفدع. في غابة جميلة في غابة جميلة عاش هناك سمكتان عاش هناك سمكتان وضفدع مع زوجته في بركة. وفتان مع زوجته في بركة في بركة. ذات يوم ذات يوم عندما كان الأصدقاء يتحدثون عند الأصدقاء يتحدثون مع بعضهم مع بعضهم البعض البعض على حافة على حافة البركة، البركة. كان بعض الصيادين كان بعض الصيادين يمشون على صفاف يمشون على صفاف النهر، النهر. كان يحملون كان يحملون السلالل السلالم والشباكات معهم. الشباك معهم. عندما غادر الصيادون عندما غادر الصيادون المكان المكان قال الضفدع للسمك: قال الضفدع للسمك: أيها الأصدقاء، أيها الأصدقاء، سمعتم أيضا ما قاله الصيادون؟ سمعتم ما قال الصيادون؟ دعونا نغادر دعونا نغادر هذه البركة هذه البركة على الفور على الفور ونذهب إلى بركة أخرى ونذهب لبركة أخرى لإنقاذ حياتنا. لقيام حياتنا. لكن السمكتان هناك السمكتان ضحكتا مع الضفدع ضحكتا مع الضفدع وقالتا: وقالتا حسنا، حسنا بقدر ما تعتقد في قدر ما تحتاج أن الصيادين أن الصيادين لن يعودوا أبدا، لن يعودوا أبدا، لكن حتى لو فعلوا ذلك حتى لو فعلوا ذلك لن يتمكنوا أبدا لا يتمكنوا أبدا من القبض علينا، من القبض علينا، لأننا لأننا خبراء خبراء السباحين. السباحين. لكن الضفدع لكن الضفدع لم يقتنع لم يقتنع بجواب السمكة بجواب السمكة وقال: وقال لكنني أجد لكنني أجب نفسي لست خبيرا نفسي لست خبيرا في السباحة، في السباحة. بالتأكيد سأترك بالتأكيد سأترك هذه البركة هذه البركة مع عائلتي مع عائلتي هذا المساء. هذا المساء. في نفس المساء في نفس المساء هجر الضفدع هجر الضفدع البركة البركة مع عائلته مع عائلته وذهبوا إلى البركة قريبة. قريبة. في اليوم التالي في اليوم التالي جاء الصيادون جاء الصيادون إلى البركة، إلى البركة، ألقوا شباكهم ألقوا شباكهم وصيدوا كل الصيدوا كل الأسماك. الأسماك. حاولت السمكتان الهرب حاولت السمكتان الهرب لكن دون جدوى، لكن دون جدوى. أي هم أيضا حوصروا حوصروا في الشباك وماتوا. في الشباك وماتوا. عندما رأى الضفدع وزوجته عندما رأى الضفدع وزوجته الصيادين الصيادين يعدون معهم يعودون معهم الكثير من الأسماك الكثير من السمك في شباكهم في شباكهم. شعروا بالحزن الشديد شعروا بالحزن الشديد إلى الشبكة إلى الشبكة بعيون دامعة بعيون الدامعة. عندما رأوا أن صديقاتهما عندما صديقاتهم قد تم قد تم اصطيادهما اصطيادهم أيضا أيضا.